أعلن انتهاء اجتماع بين وزراء مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة دون نتيجة. ومنظمة مراسلون بلا حدود تدعو السلطات المصرية لإلغاء التحفظ على جريدة المصريون. والمجلس القومي للأمومة والطفولة يطالب بالتحقيق في فيديو الطالب الباكي في المدرسة. أما في النصف الثاني من حلقة اليوم فنتابع تطورات قرار التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق وشخصيات سياسية أخرى. تابعونا. أصدرت وزارة الري والمياه المصرية بيان رسمي بيقول أنه انتهى اجتماع وزراء مصر وأثيوبيا والسودان بدون أي نتيجة محددة، لكن الأطراف كلها التزمت بمواصلة المحادثات. موقع مدى مصر نشر أن الاجتماع تناول نتائج مجموعة الدراسة العلمية المكونة من 15 عالم وباحث من الدول الثلاثة، واللي أوصت بعد 3 شهور من البحث بملء الخز السد في فترة تتراوح بين 4 إلى 7 سنوات حسب معدل الأمطار، وأن الجانب المصري طلب المزيد من الوقت للرجوع للقيادات وحسم القرار. ودي رواية مصدر أثيوبي نقلها موقع مدى مصر، بينما مفيش أي إعلان رسمي أو بيؤكد أو بينفي ذلك من عندنا احنا من وزارة الخارجية أو من وزارة الري أو من مصر عامة. بينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه في جامعة القاهرة. أهلا بك معايا دكتور نادر. ولو رجعنا يعني بكام شهر فاتوا كده، هون في يونيو اللي فات لما زار رئيس وزراء اثيوبيا الجديد مصر، كان في حاله من التفاؤل، ويعني كلنا فاكرين ومتذكرين المؤتمر الصحفي اللي عمله رئيس الوزراء والرئيس السيسي، وزي الرئيس السيسي طلب منه ان هو يحلف ان هو لن يضر بحصه مصر في المياه. كلنا فاكرين المشهد ده ومتذكرين ازاي ان الحكومه والقياده في مصر كانت متوقعه ان في تفاؤل، ان في اقتربنا من حل الازمه. ليه حتى الآن يا فندم ما فيش أي حلول والاجتماعات لا تسفر على أي نتائج زي ما احنا ما شايفين كده؟ أهلا وسهلا بحضرتك. هو فعلا لما جاء أبي أحمد مصر في شهر يونيو والراجل قال إن أنا استراتيجيتي واضحة هي زيرو مشاكل، وإن أنا بتصالح مع كل الدول والجيران المحيطة بإثيوبيا، وهو بدأ بإريتريا زي ما شفنا وفتح الحدود وفتح السفارات المغلقة من 30 سنة، وبالتالي طمن مصر على أنه سد النهضة لن يضر بمصر بل أنه ربما تزيد حصة مصر من المياه. لكن كان جرعة التفاؤل الأكبر من شهرين عندما أعلن أبي أحمد أن العمل في السد متوقف، وأن السد أكبر، يبدو أنه أكبر من قدرات دولة صغيرة مثل إثيوبيا لم تعرف معنى السعدود الضخمة في تاريخها كله، وأنه الشركة الإيطالية المنفذة للقسم الأسمنتي طلبة غرامات تأخير عالية على إثيوبيا، كما أن الشركة الإثيوبية التابعة للجيش فشلت في تصنيع إطارات التوربينات وتأخر تسليم موعدها أكثر من عام، وبالتالي إثيوبيا ستراجع حساباتها عما إذا كان هذا السد مناسب لها ام ان هو يعني اوفر سايز. بس ده ما كانش دعوه للتفاؤل برضه يا دكتور نادر، لان هو برضه رئيس الوزراء وهو بيعلن كل دوان كان مصر على استكمال المشروع، يعني وما كانش ينفع ان احنا نبني ان احنا نضع زي ما بيقولوا للاطفال البيض كله في سله واحده ونبني كل احتمالاتنا وتفاؤلنا على فكره ان المشروع السد كله سيفشل. كلامك صحيح، هو قال ان السد ده تعهد وعمل وطني اثيوبي لابد ان يكتمل، ما اختلفناش في هذا الأمر، إنما اتكلمنا على إنه إثيوبيا بتحاول تقلل التكاليف والمبالغ المتوقعة لاستكمال عمل هذا السد اللي كان ينبغي أن ينتهي 5 سنوات، والآن مر 7 سنوات دون أن تظهر أي بوادر في حلحلة الموقف. وهي عادة السدود الكبيرة اللي على الأنهار بتأخذ من 10 إلى 12 سنة، زي السد العالي في مصر بدأ من 60 وانتهى 71، وسد النيجر أيضا أخذ 12 سنة وأيضا سد كبير وضخم، إنما كان العامل السياسي هو اللي خلى إثيوبيا تحاول تختزل وتجري بسرعة عشان تخلص في 5 سنوات قبل أن تفيق مصر من الأحداث الداخلية. لكن بعدها أرسل الشهر الماضي أرسلت الدولة وزير الخارجية
ورئيس المخابرات عشان يشوفوا ما هو الوضع في إثيوبيا وما هي نيات إثيوبيا في استكمال السد، وهل هناك نيات لتخفيض سعة تخزين المياه أم سيستكمل بنفس المواصفات. ثم اتفقوا على عودة للمباحثات الفنية فقط، لانه من الواضح دلوقتي ان ابي احمد قال ان السد ده المواضيع السياسيه سبب فشله، فخلينا نتفاوض فني. فذهب وزير الري حتى في وفد صغير هو واثنين فقط من خبراء المياه ليجتمع مع الوزاره السعوديه، وطبعا ده لا يمكن حل المشاكل كلها في جلسه واحده. عاده في بدايه المفاوضات كل طرف بيعلن عن اقصى رغباته ويبالغ فيها، والطرف الآخر أيضا، بحيث أنه بعد المباحثات الكل يقدم تنازلات فيحصل تلاقي في منتصف الطريق. فهو اللي حصل أنه دي أول جلسة كانت عبارة عن جلسات استماع، مصر بتسمع فيها خطط إثيوبيا إيه عن ملء السد، متى ستبدأ الملء، هل هناك عدد معين من السنوات. إثيوبيا كانت أعلنت من قبل عن أنها مصممة على الملء في 3 سنوات، بينما مصر قالت ليس أقل من 7 سنوات ويفضل 10 سنوات، ولم نتفق في شيء. ثم تم إلغاء عمل المكتب الاستشاري والاكتفاء أيضا بالخبراء الوطنيين في الدول الثلاثة. فكان المرة دي مصر بتستطلع نوايا إثيوبيا في عدد سنوات الملء وفي ساعة السد، هل هناك نية في تخفيضه أم سيظل زي كما هو. وبالتالي كان دي طرح الأفكار فقط دون الوصول إلى نتائج. والوزير أعلن أنه هيتم الشهر القادم لقاء آخر، تتبعه لقاءات إلى أن يتم التوافق حول عدد سنوات الملء بما لا يضر بمصر والسودان، وبما أيضا لا يؤخر توليد الكهرباء اللي تعهدت إثيوبيا ببيعها للدول المجاورة لها. طب زي لو رجعنا للكلام اللي نشرته مدى مصر على لسان دبلوماسي اثيوبي على ان اللجنه ال 15 اتفقت فعلا على ان افضل طريقه لملء السد هتكون من 4 إلى 7 سنوات على حسب معدل الامطار. هل حضرتك اللي برضو على لسان المتحدث الاثيوبي الدبلوماسي الاثيوبي اللي لم يتم ذكره هو مين، قال ان بشكل يعني مصر وافقت بشكل شفوي، بعد كده طلبت ان هي ترجع للقياده، ان الوفد اللي موجود وافق بشكل شفوي وفضل ان هو يرجع للقياده عشان ياخد الموافقه كامله، ولما رجع اعلن ان هو غير موافق. هل حضرتك ايه تقييم حضرتك للحل اللي توصله ال 15 من العلماء والباحثين اللي المفروض ان هم من 3 دول على ملء السد من 4 إلى 7 سنوات زي ما بيقولوا على حسب معدل الامطار؟ هو ايضا كان في وفد امريكي تابع للكونجرس وزار السد من 2 سنين وقال انه الفتره المثلى لملء سد النهضه لانه هو ضخم للغايه واكبر يعني يكاد يكون ضعف سعه النيل الازرق المقام عليه، لان كل تدفقات النيل الازرق السنويه في المتوسط 49 مليار بينما سعة السد 74.5 مليار سعة تخزينه. فالوفد الأمريكي قال من 7 إلى 10 سنوات، وهنا الوفد المصري التقط هذا الأمر وأصر عليه بأنه دول يعني أباطرة العلم اللي قدروا هذا الأمور، بينما الجانب الإثيوبي تشدد في 3 سنوات فقط. ثم يعني أبدى بعض المرونة في الجلسات الأخيرة وقال طيب احنا عايزين نملى في 3 سنوات 45 مليار فقط اللي تكفينا علشان نشغل اول توربينين في السد اللي هم توربينين المنخفضين في المستوى، دول هيولدوا حوالي 750 ميجا وات من اجمالي 6000، ومصر وافقت على كده، وبناء عليه خدنا قرار بتخفيض مساحات زراعات الارز في مصر الى النصف، بدل ما كانت 1.5 مليون فدان خفضت الى 700,000 فدان فقط، مع اجراء مراجعه في المحاصيل المستنزفه للمياه زي الموز وزي الاعلاف البرسيم وزي العديد من الاشجار ذات الاوراق العريضه وغيرها. وبالتالي بدأنا نجهز نفسنا إلى أن إثيوبيا هتملى 45 مليار في 3 سنوات، وكنا نأمل ماذا بعد ال3 سنوات، كان لازم نعرف كمان. إلى أن ظهر أبي أحمد الشهر الماضي وأعلن توقف العمل في السد، ثم أعلن العمال العاملين في السد إن هم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 شهور وأعلنوا إضرابهم عن العمل وما زالوا مضربين. وبالتالي كان مصر هنا أصبحنا في وضع جديد، ما هو مستقبل العمل في السد؟ هل سيتم إثيوبيا تريد تخفيض النفقات بتقليل ساعة السد؟ احنا ما عندناش اعتراض على السد الاسمنتي اللي متركب فيه 16 توربين لان هو ساعة تخزينه 14.5 مليار، مهما ارتفع كان 95 واصبح 145، لكن اعتراض مصر على السد الجانبي، وده سد ركامي ترابي بيردم مسافة بين جبلين حوالي 4800 متر يعني تقريبا 5 كيلو،
وده لا بيولد كهرباء بس بيحجز حوالي 60 مليار إضافية علشان يدي وفرة من المياه للسد الأسمنتي. ومصر كل شغلها على السد الجانبي، ان احنا لو انخفض ارتفاعه من 50 متر الى 25 متر انتهت كل الازمات بين اثيوبيا والسودان، واثيوبيا ستاخذ ما تريده من الكهرباء من السد الاسمنتي الاساسي. وبالتالي كان هنا المفاوضات حول هذا الوضع، انما يبدو انه بعد اعلان ابي احمد وتعهده امام الشعب الاثيوبي ان هذا مشروع قومي سيستكمل كما بدا، إن إثيوبيا مصرة على الساعة اللي بدأت بيها اللي هي 74.5 مليار، وبالتالي بدأت دفة المفاوضات حول عدد سنوات الملك تعود مرة أخرى. هل هتملوا 3 سنوات؟ طب من إمتى؟ من السنة اللي جاية ولا من بعد سنتين؟ ثم هتملوها في سنوات الفيضان الغزير اللي إحنا عارف دورة النيل الأزرق، 7 سنوات سمان ثم 7 نعجاف وبعدين 6 في المتوسط. مصر قالت طب تستنوا لما تيجي سنوات فيضان غزيره 7 سمان واملوا زي ما انتم عايزين ما نتاثرش. طيب دكتور نادر، هل ترددات الميه الى النصف؟ طب تاخير وصول مصر واثيوبيا والسودان الى اتفاق حتى الان ازاي بيأثر على موقف مصر؟ وايضا هل في يد مصر فعلا اوراق ضغط للضغط على اثيوبيا يعني لمحاوله حتى تقريب وجهات النظر؟ أعتقد أن مصر في أفضل حالتها حاليا من ناحية سد النهضة، كان مفترض أن يتم الملء هذا العام ولم يحدث، ثم توقف العمل في السد تماما، ثم أرجي النظر في غرامات التأخير اللي ترباها الشركة الإيطالية، ثم حدث إضراب في العمال السد. إذن الوضع في مصر الآن أن النيل الأزرق بكامل تدفقاته هيستمر إلى مصر والسودان، عندما الوضع بقى الجديد طيب هل هيتم العام القادم التخزين ولا العام اللي بعده؟ فبالتالي ما فيش اي اضرار وقع على مصر من الوضع الحالي، بل مصر والسودان مستفيدان تماما، بينما تعطل توريد الكهرباء سنتين حتى الان في اثيوبيا عن الموعد المحدد قبل كده انه يتم توريد اول 750 ميجا وات في عام 2016، النهارده وصلنا 2018 ولم يبدا التخزين، وفي العام القادم مش عارفين هيبدا التخزين ولا. وبالتالي مصر غير متضرره، مصر مستفيده، الوضع هادي مستقر، يدينا فتره من النهارده من شهر 9 لغايه الفيضان القادم في شهر 6 وشهر يوليو 7 ان مصر واثيوبيا والسودان يكونوا ابرموا اتفاق مقبول على عدد سنوات الملء ومعدل الملء كل سنه، والامريكان اقترحوا ما يزيدش الخصم كل سنه عن 15 مليار متر مكعب حتى تستطيع ان تتحمله مصر والسودان، يعني مصر تتحمل 10 لان حصتها من الميه كبيره والسودان حصتها اقل تتحمل 5، فبالتالي ال 10 مليار دول يعني ما يعادل ري 2 مليون فدان في مصر، فتقدر مصر تسحبهم من مخزون مياه السد العالي لمده 3 سنوات 5 سنوات. فنحن في انتظار اتفاق، انما ما لمست من الاجواء واتصالاتي مع الوفد المصري ان الاجواء كانت جيده، انما في المرحله الحاليه الكل بيطرح اقصى طلباته عشان نتوافق عليها في الشهور القادمه. واعتقد انه الاعلان انه اثيوبيا تريد زيرو مشاكل مع الدول المجاوره ستساعد مصر والسودان واثيوبيا في الست شهور القادمه في التوصل الى حلول تعطي اثيوبيا ما تريد من الكهرباء ولا تؤذي مصر والسودان في حصتها المائيه. ان شاء الله ان شاء الله. بنشكرك دكتور نادر نور الدين استاذ الاراضي والمياه في جامعه القاهره، شرفتنا يا دكتور نادر. منظمة مراسلون بلا حدود دعت السلطات المصرية لإلغاء قرار التحفظ على جريدة المصريون، وده بعد ما قوات الأمن راحت مقر الجريدة من حوالي 3 أيام وتم الإعلان على إلحاقها بإشراف مؤسسة أخبار اليوم. اللي حصل مع جريدة المصريون استمرار لسلسلة من الإجراءات اللي اعتبرها كتير من الصحفيين وتعادي حرية الصحافة، شملت حجب مواقع وغيرها، لدرجة أن مصر حاليا في المركز 161 من أصل 180 دولة على جدول المؤشر العالمي لحرية الصحافة.
طيب 100 يعني خلينا نتكلم كده، المركز 161 من اصل 180 دوله، حال المركز ده ما وصلنالوش بسهوله، وصلنا له بعد عناء، بعد حقبه مئات من المواقع السنه اللي فاتت زي ما كلنا شفنا، في منهم موقع زي موقع كاتب تم حجبه بعد يعني بعد صدوره بتسع ساعات فقط لا غير، ما كانتش الناس لسه عرفت اصلا ان في حاجه اسمها موقع كاتب وتم حجبه. لو اتكلمنا بعيدا عن المواقع، خلينا الأول نرحب بضيفنا ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور محمد بسيوني، أستاذ الإعلام والكاتب الصحفي. دكتور محمد، لسه بنحكي عن حال الصحافة والإعلام في مصر وإزاي تم حجب مواقع العديد من المواقع، مئات من المواقع في الفترة اللي فاتت، وشفنا إغلاق قنوات وشفنا إغلاق صحف وشفنا حبس صحفيين، الحقيقة العديد من الانتهاكات. إزاي حضرتك يا فندم شايف المشهد ده بشكل عام في مصر؟ هي المشكلة إنه مش مصر بس الحقيقة، يعني في مصر وفي الإمارات وفي السعودية وفي يعني في أكثر من دولة عربية، يعني طبعا ناهيك عن إسرائيل، يعني واضح إنه في حالة من حالات الترصد الواضح ضد الصحفيين وضد حرية الرأي والتعبير بشكل عام وضد يعني الوسائل الإعلامية حتى التقليدية اللي احنا كنا بنتعامل معاها على إنها وسائل راسخة وقائمة ومستمرة، يعني كلها بتعاني من هزات عنيفة جدا. أكتر من 100 قناة في السعودية والإمارات اتقفلت، عندنا كلام حوالين 23 أو 24 قناة برضو حصل لهم نفس المشكلة. وبالتالي احنا الحقيقة قدام يعني قدام حالة جديدة، والحقيقة ان المعلومات فيها مش واضحة، يعني انت بتلاقي بيتقفل القناة أو بيتقبض على حد من الصحفيين أو الإعلاميين من غير ما يطلع بيان أو يطلع يعني التحيات. لغاية دلوقتي مثلا في إغلاق المواقع الإلكترونية في مصر، عندنا أرقام الحقيقة يعني كتير حتى مختلفة بينها وبين بعضها، لكن كلها بتتجاوز المئات، وبالتالي ما نعرفش حتى بدقة مين اللي طلع قرار الإغلاق وطلعه ليه وإيه السبب. وبالتالي ما ترتب على قرارات الإغلاق ديت لو حد عايز يرفع قضية من الإعلاميين أو الصحفيين عشان ياخد تعويض أو ما إلى ذلك، بيبقى عنده مشكلة كبيرة، لأنه تقريبا معظم هذه القرارات بتبقى شفوية ومحدش عارف ليه. وده الحقيقة يعني الخطورة الرئيسية في هذا الموضوع، أنه يعني بيدل بشكل واضح على أن مفيش حد مهتم بالإعلام، شايفين أن الإعلام ده حاجة يعني مش هامة في حياة الإنسان، على الرغم من أن كل الدراسات الحقيقة بتؤكد أن أي يعني كل إنسان على وجه الأرض بيستغرق يوميا ما بين 4 و8 ساعات في متابعة وسائل الإعلام، سواء كانت هما بالتأكيد يا دكتور محمد شايفين ان هي هامه، لو ما كانوش شايفين ان هي هامه ما كانوش ترصدوا بيها بهذا الشكل وتم اغلاق الصحف واغلاق القنوات وتسريع العاملين وحبس الصحفيين وحجب مواقع. ده دليل على ان انا شايف ان دي في حاجه هامه هنا، هو فانا مضطر محتاج اسيطر عليه. لا، ما هي السيطره مش بالاغلاق، يعني خلينا برضو المساله دي تبقى واضحه في ذهن يعني حضرتك، وانه مسألة الإغلاق يساوي إنك بتقفل الإعلام خالص، كويس؟ إنما تسيطر عليها بإنك تطلع حتى قنوات يعني أخرى تتحدث بلغات مختلفة أو تتحدث بتوجهات مختلفة، أو إنك أنت تجيب قيادات تبقى يعني موالية ليك بطريقة أو بأخرى، بس بطريقة يعني ذكية مش بطريقة التطبيل وإعلان الموالاة بهذه السخافة والسطحية اللي خلت جمهور واسع من الجماهير العربية، يعني نسبة عالية جدا من الجماهير العربية انفضت تقريبا عن وسائل الإعلام اللي موجودة دلوقتي، سواء كانت موجودة في يعني تتحدث بالعربية، سواء كانت في الدول العربية أو حتى في. طب استاذ محمد، بالنسبه للوضع في مصر، وحضرتك ذكرت ان واضح ان في هجمه على الصحافه وهجمه على حريه التعبير بشكل عام، هل لسه في دور ممكن النقابات تلعبه يا فندم لانقاذ الوضع؟ هل في دور ممكن تلعبه نقابه الصحفيين نقابه الاعلاميين؟ طبعا ما ده دورها، يعني ما فيش حاجه اسمها هل ليها دور، ده دورها. لو ما عملتش هذا الكلام النقابتين، لو ما عملوش هذا الكلام يبقوا فقدوا يعني سبب وجودهم، لان السبب الرئيسي من وجود النقابات هو ده بيحافظ على المهنه والممتهنين لهذه المهنه او الممارسين ليها. وبالتالي لازم يبقى طول الوقت النقابات بتتحرك في اتجاه انها تعرف العناصر بتاعتها او الاعضاء بتاعتها يعني اديروا ليه او عوقبوا ليه، او بتتدخل حتى النقابه عشان هي
اللي تعاقب بديل لجهات اخرى يعني، وده القانون بيقول الكلام ده والدستور بيقول الكلام ده. وبالتالي انا اعتقد انه لو ما حصلش هذا الكلام يعني في القاضي الصحفيين الحقيقه المساله واضحه، عندنا في لجان بتاعه متابعه من مجلس النقابه ولجان قانونيه بتساعد، وصحفيين الحقيقه مشكلين لجان برضه للدفاع عن الزملاء وحريه الراي والتعبير. وبالتالي فاحنا عندنا المساله واضحه، يمكن نقابه الاعلاميين اللي مش واضح فيها الحاله لانها لسه ما يعني هو مش واضح هيقوم امتى اصلا. احنا بنشكرك دكتور محمد بسيوني استاذ الاعلام والكاتب الصحفي، شرفتنا يا فندم. المجلس القومي للأمومة والطفولة طالب بالتحقيق في واقعة نشر الفيديو المعروف باسم فيديو الطفل الباكي، وهو اللي فيه طفل عشان اللي ما شافوش، وهو اللي فيه طفل عمال يعيط عشان عايز يدخل ينام أثناء اليوم الدراسي. المجلس اعتبر الفيديو من أنواع التنمر الإلكتروني بينتهك حقوق الطفل بالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وده بيطرح أسئلة كتير جدا عن قانونية نشر فيديوهات للأطفال بشكل عام، سواء بتسيء ليهم أو لا تسيء ليهم، سواء بإرادتهم أو رغما عنهم أو من وراهم أو من وراء أهلهم. طيب إحنا أنا زي ما أنا ما بقول إحنا كلنا شفنا تقريبا أو في عدد كبير مننا شاف الفيديو اللي كان فيه طفل عمال يعيط وبيقول المدرسة بتاعته إن هو نفسه ينام ربع ساعة. واضح من الكلام اللي أنا قريته إن الطفل كان لسه في أولى ابتدائي، يعني جديد خالص على فكرة الدراسة وعلى وجوده في فصل دراسي، أو حتى لو مش جديد يعني. الحقيقة يعني أنا شخصيا مش عارفة مين اللي نشر الفيديو، على مين اللي صور الفيديو أصلا، مين المسموح لي إن هو يصور فيديو داخل فصل دراسي لطفل بيترجى وبيتوسل لمدرسته إن هو يخش ينام، مين مسموح ليه ان هو يستخدم تليفونه جوه الفصل وان هو يصور فيديو زي كده. يعني مش ما ينفعش اقول دون اراده او رغم عن الطفل، هو الطفل حتى لو الطفل عارف ان هو بيتصور، ايه اراده الطفل وايه حدود معلوماته ووعيه عشان يقرر اذا كان من مصلحته ان هو يتصور او من غير مصلحته، ومين اللي جرؤ على ان هو بعد ما صور الفيديو كمان ينشره ويحطه على مواقع التواصل الاجتماعي عشان كل نفر فينا يدخل على الفيديو ويبدي رايه اذا الطفل ده متربي، لا والله اهله ما ربوهوش، لا الطفل مش عارف ايه، وطفل يلاقي نفسه بيواجه هو واهله مشوار طويل جدا من عرائض كتيره جدا كل واحد فينا بيحاول يثبت فيها وجهه نظره ويثبت قيمه اللي تربى عليها والى اخره. يعني من المفترض ان احنا كمجتمع وكدولة وكعالم وكمستقبل وان احنا دائما ما بنسعى الى حماية الاطفال. فين حماية الاطفال في قضية زي كده؟ فين لو انا كأم ازاي اشوف طفلي تاني يوم على السوشيال ميديا الناس بتقيمه وبتقيم سلوكه وبتقيمني وبتقيم ادائه، طفل عايز ينام، يعني طفله عايز ينام، ومين اللي وفعلا هل المدرس هو يا جماعه اللي سمح لنفسه ان هو يصور الفيديو ده؟ انا يعني مش عارفه، في ناس بتقول المدرس هو اللي صور الفيديو ده، هل هو سمح لنفسه ان هو ياخد فيديو لطفل زي كده وينتهك هو الطفل ده ويضع الفيديو كمان، مش اصوره فقط لا واضعه كمان على السوشيال ميديا؟ يعني وايه الحل في الموضوع ده؟ وبعدين يعني هل الطفل ده مش المفروض ان انا اولا كاسره احاول حمايته، وبعد كاسره ان انا كمدرسه احاول حمايته، وبعد كمدرسه ان انا كدوله احاول حمايته، في تدرج كده من محاولات حمايه الطفوله. فين التدرج ده؟ يعني نتمنى ان المجلس القومي للامومه والطفوله فعلا يحقق في الموضوع ونشوف بقى مين اللي بيدخل موبايلات المدارس وايه الكلمه وايه اصلا. الناس محتاجه تفهم فعلا ايه المفروض يكون رد فعل، المدرسين نفسهم لازم يعرفوا ايه رد الفعل المفروض لو انا يجي لي طفل عنده في ابتدائي لسه طفل صغير بيتوسل الي ان هو ينام. يعني المفروض ان احنا نعرف برضه ايه رد الفعل المفروض انا كمدرسه اتبعه. انا بشوف اطفال في المانيا في اليابان سوري اللي هو اليابان اللي احنا كنا عايزين ناخد النموذج الياباني، لو كلنا متذكرين حوارات الرئيس الجمهوريه ان هو عايز ياخد النموذج الياباني ويعمله في مصر ونشوف مدارس زي المدارس اليابانيه اللي هو راحها والى اخره. طب ما احنا بنشوف على فكره في مدارس في اليابان الاطفال فيها فعلا بتاخد نص ساعه يناموا فيها عادي. ما شفناش الناس دي كلها بتتحدث عنهم بشكل
بشكل غير لائق، غير لائق للطفولة. حتى كلمة تنمر دي، يعني حتى التنمر ماشي، ما لم فكرة حتى الواحد عنده وعي شوية ان هو ممكن يشوف التنمر ده ما بين الأطفال الصغيرة، الأطفال اللي هم سنهم صغير بيتنمروا هم الاثنين على بعض، لكن تنمر من كبار، من ناس بالغة على أطفال، زي برضو من الحاجات الغريبة جدا الموجودة على السوشيال ميديا. شفتها النهاردة، الطفلة اللي اسمها ساندي، اللي المستشارة من لجنة حماية الطفل بحي الزهور ببورسعيد نشرت صورة ليهم وقالت إن هي جدتها مش بتستغلها، زي ما في حد قدم بلاغ وقال كده، وإن الطفلة مبسوطة بالفيديوهات اللي هي بتعملها، وإن دي حرية شخصية، وإن إحنا هنلحق اللي بيسيئوا ليها. طب ما ده يخلينا نفكر، يعني الطفلة بتعمل فيديوهات بتتنشر على الفيسبوك، المفروض اصلا ان انت لو طفلك موجود على الفيسبوك لازم يكون سنه على حسب قوانين الفيسبوك ان لازم يكون سنه مش اقل من 13 سنه. طب لو الطفله ساندي موافقه ان هي تطلع على موافقه ان هي تطلع على السوشيال ميديا، موافقه ان هي تعمل الفيديوهات، هل كده خلاص؟ هل ده من حقها؟ هل فقط موافقه الطفل ده تخلينا ان احنا نسيبه فعلا على السوشيال ميديا يعمل الفيديوهات دي، والناس تتنمر عليه بالشكل ده وتسيء ليها وتسيء لشكلها وتسيء لوزنها وتعملها بهذا الشكل؟ فين حمايه الطفل؟ يعني خلينا نشوف قوانين حمايه الطفوله. خلينا نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، خليكم معانا. أهلا بكم من جديد. قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة عضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة وباقي السياسيين اللي تم القبض عليهم معهم، في قرار غير مسبوق أنه يحصل ضد شخصيات عامة بعضهم أعضاء أحزاب رسمية شرعية. وده بيجي في إطار موجة من التوسع في الإجراءات المستهدفة للمعارضين. خلينا نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير ده ونرجع نبدأ النقاش. قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال مجموعة من الشخصيات المعارضة ممن جرى اعتقالهم في عيد الأضحى الماضي، وكان من أبرزهم مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات الدكتور يحيى القزاز والناشطة نرمين حسين. وتقدمت نيابة أمن الدولة العليا بطلب التحفظ على أموال المتهمين، وذلك بعد قرار تجديد حبسهم، ومن الاتهامات الموجهة إليهم من قبل السلطات التواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي أموال منها لغرض إرهابي والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية. ويأتي ذلك في سياق حملة مستمرة طالت العديد من الشخصيات السياسية والحزبية مؤخرا، إذ حكم على المرشح الرئاسي السابق خالد علي بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ بالقضية المعروفة إعلاميا بالفعل الفاضح، بينما ما زال المرشح السابق عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان والمستشار هشام جنينة وغيرهم من الشخصيات البارزة في السجن. وكانت قضايا التحفظ على الأموال قد توسعت في الفترة الأخيرة، إذ أصدرت لجنة التحفظ والتصرف في أموال جماعة الإخوان المسلمين بيانا تفصيليا بالأموال التي صادرتها تمهيدا لضمها إلى خزينة الدولة، وشمل ذلك أكثر من 1500 شخص ونحو 120 شركة وأكثر من 1100 جمعية أهلية و104 مدارس ونحو 70 مستشفى. كما تم مؤخرا التحفظ على صحيفة المصريون الخاصة وإخضاعها إلى إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية، وفي المقابل أصدر تحالف الحركة المدنية الديمقراطية بيانات تدين وتستنكر، لكن خيارات الأحزاب الواقعية تبدو أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. وانضم إلينا من بيروت أحمد عبدين الصحفي. أهلا بيك معايا أحمد، وخلينا نرجع كده لبداية إعلان المبادرة للسفير معصوم مرزوق، وكان الحقيقة ردود الأفعال كلها
يعني نقول ان هي ما كانتش ايجابيه، يعني الناس الى حد كبير في المجتمع المدني رفضت المبادره او ما يعني ما اعتبرتهاش مبادره في وقتها، مبادره سليمه او خطوه سليمه والى اخره. والحقيقه الناس ما كانتش متوقعه ابدا ان يتم يعني القبض على السفير معصوم مرزوق. اولا رجل له تاريخ في يعني في العمل الدبلوماسي اكثر من عشرات السنين في مصر، في دول العالم، وقبلها شارك في حرب الاستنزاف وفي حرب اكتوبر، فهو كان اخر الاشخاص المتوقع ان هو يتم القبض عليهم. وحتى بعد ما تم القبض عليه كان العديد من الناس بتقول لا والله يا جماعه هم هينتظروا لحين ان 31 اغسطس ده ينتهي وما يحصلش مؤتمر في التحرير ولا غيره وسيتم الافراج عنه. في رايك ليه ده كله ما حصلش، بل بنشوف دلوقتي تصعيد بالاساس في الاجراءات المتخذه ضدهم؟ مساء الخير استاذه. بدايه بس خلينا نقول اقول اشير الى نقطتين صغيرين. اول نقطه ان انا كنت واحد من معارضين مبادره سياده السفير معصوم مرزوق، وطلعت على القناه اتكلمت اسباب خلافي مع ربنا يفك سجنه واسباب معارضتي لكلامه، ولكن ده يعني لا يمنعني من ان انا اتكلم عن واحد من ابطال مصر اللي صورتهم في ملابس السجن أحزنتني جدا. سيادة السفير معصوم له تاريخ كبير من النضال ومن الوطنية. سيادة السفير بدأ حياته كان طالب في كلية هندسة وكان أحد المتفوقين على مستوى الجمهورية، وبعد هزيمة 67 ترك كلية الهندسة وبعدين التحق بالكلية الحربية علشان خاطر يخدم بلده في وقت أزمة، وتخرج من الكلية الحربية التحق بصلاح الصعقة وبعدين حارب في حرب الاستنزاف ثم في حرب أكتوبر ونال وسام الشجاعة من الطبقة الأولى من مصر، وبعدين عمل كدبلوماسي مصري وسفير في أكتر من دولة ومبعوث في أكتر من سفارة بره. الراجل ده يعني ما أعتقدش أن كان يستحق أن حياته تنهى أو يعني في هذا السن الطاعن أن هو يتم إهانته بهذا الشكل، وده يعني شيء محزن الحقيقة. وكنت هو أو الدكتور يحيى عزاز أو الدكتور رائد سلامة أو أي حد من المحبوسين، الناس دي عملت كتير عشان خاطر بلدها، ما كانش يستحقوا فعلا أن دي تكون ثوابهم أو عقابهم على اللي قدموه، ما يكونش ده جزائهم لكل اللي قدموه للبلد دي. ولكن اللي احنا بنشوفه هو يعني نوع جديد من التنكيل بكل الناس اللي ممكن تقول لأ، ان الموضوع مش بس فكره ان يعدي التاريخ اللي كان حدده سياده السفير او ما عدهوش، فكره ان بقت كلمه لا هي خطيئه لا تغتفر، لازم يتم العقاب عليها، عقاب بالتنكيل الشديد، عقاب بالحبس، عقاب بمحاوله كسر العزيمه، بانهاكه ماديا وانهاك اسرته ماديا وانهاك كل من له صله بالموضوع. شايفين النهارده تحفظ على اموال واحد من ابطال مصر، واحد من اساتذه مصر وعلمائها زي الدكتور يحيى الازاز، او واحد من خبرائها الاقتصاديين اللي ياما قدم، صديقه العزيز الدكتور رائد سلامه اللي ياما قدم مبادرات وكان يوميا كل يوم بيتكلم على الشان المصري والشان الاقتصادي، وكان احد المشاركين بقوه في المؤتمر الاقتصادي اللي عملته المعارضه علشان خاطر تقدم حلول بديله للحلول والقرارات اللي بيتخذها النظام. الناس دي ما كانتش تستحق كل اللي هي فيه النهارده، ولكن ده نصيب مصر يعني اللي احنا اعتدنا عليه، ان الناس المخلصه والمحترمه والشريفه واللي بتضحي للبلد دي هي اللي بتلقى هذا المصير. بس ليه يا احمد ما كانش متوقع؟ يعني انا شايفه ان مع كل اللي بيحصل في مصر كان متوقع ان يعني انا مش قادره برضو اتخيل ليه المعارضه كانت طوال الوقت مش متوقعه ان هو ممكن يتم القبض عليهم والزج بيهم في السجن. ولا لان في ناس فعلا ما كانتش متوقعه، خاصه يمكن بعد القبض على سامي عنان، ده الراجل رئيس اركان وهو دلوقتي ما نعرفش هو فين. يمكن لان يعني انا مش عارف مين اللي ما كانش متوقع، ولكن بعد القبض على الفريق سامي عنان وقبل احتجاز الفريق احمد شفيق كل شيء متوقع في البلد يعني، ولكن يمكن لان ما كانتش الموضوع بالاهميه اللي تستدعي الدخول في مثل هذه المعركه. يعني هو راجل قدم مبادره سلميه تماما بكل وطنيه، وكان يعني برغم اختلافنا معاها كانت بتنضح بالخوف على البلد وان هو بيحاسس بالخوف على البلد قبل نهايه حياته وفي هذا السن
يمكن الناس ما كانتش متخيلة ان ده ممكن يرقى الى الجريمة في نظر السلطة، ان يتم الحبس حبسه في هذا السن على مبادرة سلمية. يعني حتى سيادة الفريق عنان هو راجل تقدم للانتخابات، و يعني زي ما بعقلية النظام تجرأ على مناطحة رأس النظام نفسه، ولكن مبادرة السفير معصوم كانت يعني أولا هي كانت مبادرة عليها اختلاف شديد، ما كانش لها أثر سياسي شديد، ما كانش في قبول ناحيتها يدعو ان هي تبقى بالأهمية اللي السلطة خدتها بيها، ولكن أعتقد ان ده يعني جزء من سياسة الترهيب والفزع اللي شايفين ان لازم تعم البلاد بالكامل، ان اللي بيفكر بس يتكلم لازم يكون عارف انه مصيره هيكون زي مصير اللي احنا شايفينهم النهاردة في ملابس السجن. طب أحمد، يعني خلينا نرجع للأول شوية. العديد من الشخصيات اللي موجودة في السجون دلوقتي، يعني هي كانت في البداية من الداعمين، في البداية خالص كانت من الداعمين للرئيس السيسي، وكانت جزء بما يسمى من تحالف 30 يونيو. إيه اللي خلاهم، حتى مثلا حد زي دكتور حازم عبد العظيم، دكتور حازم عبد العظيم نفسه كان مسؤول الشباب في حملة الرئيس السيسي وقت ترشحه. فإزاي، طب خلينا نكمل السؤال بعد المداخلة الهاتفية. بينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف دكتور عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب تيار الكرامة. أهلا بيك معايا يا فندم. وفي البداية نسأل حضرتك على حالة السفير وعلى حالة الدكتور رائد، وإيه وضعهم الصحي ونفسي دلوقتي يا فندم؟ والله هم حالتهم المعنوية قوية وممتازة، لكن طبعا اوضاعهم في السجون مش مريحه طبعا. طب الشكاوى اللي سمعناها عن اوضاع زنزانه السفير، هل تم حلها يا فندم، ولا حتى الان لازالت مستمره؟ لا، لازالت مستمره في بعض التحسن، لكن ما اقدرش اقول ان هو يعني موجود في سجن، يعني حسب المواصفات اللي الدنيا كلها بتشتغل عليها، يعني خاصة لحد في سنه وفي حالته الصحية ونفس الوضع بالنسبة للدكتور رائد سلام. وبتوصل لهم زيارات يا فندم، بتوصل لسيادة السفير مثلا الأدوية اللي هو محتاجها، الملابس؟ مؤخرا كان في زيارات، لكن قعد الفترة ما كانش في زيارات. طب وبعدين يفترض انه الزياره ما تكونش للاهل بس، يعني المفترض انه يعني كان سابقا بتبقى في زيارات لغير الاهل، لكن دلوقتي خلاص هي يعني بصعوبه تم يعني توفير زياره للاهل. طب فيما يخص قرار التحافظ على الاموال اللي صدر امبارح، الى اي مدى يا فندم نوعا بيأثر على اسر المحتجزين يا فندم، وازاي انتوا في الحزب ممكن تساعدوهم برضو؟ والله مش في الحزب بس، هو المفروض الحركة الوطنية كلها تساندهم. طبعا الناس دي أولا ما هماش ناس يعني يملكوا ملايين، يعني أنا بتكلم على من أعرفهم، يعني سواء السفير معصوم أو الدكتور يحيى العزاز أو الدكتور عيد سلامة، يعني هم كلهم من أبناء الطبقة المتوسطة في مصر، فما فيش حد فيهم يعني يملك ملايين، وبالتالي ده نوع من عقاب جماعي للأسر، لأنه إذا هنفترض ولو إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هنفترض إنهم مدانين، المفروض إنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ودي مش بس في القرآن، ده في القانون، يعني كل واحد مسؤول عن أفعاله، وبالتالي هو بيعاقب الأسر. ثم يعني أنا لما أجي أطلع على الاتهامات اللي وجهت ليهم، يعني عبارات مطاطة، مشاركة في مش مشاركة في، يعني لما يقول مشاركة في جماعة إرهابية هقول يعني هيثبت انه مشارك في الجماعة، لكن يعني ايه مشاركة في جماعة، في مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافه ازاي؟ يعني هنفترض ان اي جماعة سواء إرهابية او مش إرهابية بتقول انا عايزه اخرب مصر او عايزه نهضه مصر، انا هتثبتي عليا ازاي ان انا بشارك في اهدافها؟ الاهداف دي كلام عام، محدش يقدر يقول ان انا مشارك في اهداف جماعه ارهابيه، يعني
انا ممكن اكون مشارك في جماعه ارهابيه وتثبت علي، لكن مشارك في اهداف جماعه ارهابيه ده ازاي يعني؟ دي ده من ضمن الو اه بسمع حضرتك يا فندم. ودي من ضمن التهم. الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تلقي تمويل بغرض ارهابي. طيب احنا عايزين نشوف ما يثبت ده، يعني فين ما يثبت انه الناس دي تلقت تمويل بغرض عمل ارهابي؟ يعني ده كلام بصراحه يعني. وبعدين في كل وايه العمل الارهابي ده؟ يعني ايه العمل الارهابي ده تحديده؟ ايه مثلا ما هو هيعملوا ده ايه؟ كلامكم برضو، ده كلام مطاط، ما يعني ما فيش حاجه محدده فيه. وبعدين في كل السوابق اللي حصلت قبل كده، محكمه الجنايات، احنا هو في الجنايات درجتين بس، محكمه الجنايات بتحكم بحكم تحفظ على اموال، تيجي محكمه النقض تلغي هذا الحكم. يعني متكرر هذا الامر مرات عديده، انه محكمه الجنايات بتحكم بتحفظ على الاموال وتيجي محكمه النقض تلغي الحكم. ف يعني انا مش قادر بصراحه افهم التهمه، لانه التهمه كلام مطاط. ثانيا الحكم يعني عاجل جدا، يعني يا دوبك احيل واتحكم، ما يعني مش عارف. طيب انتم كحزب رسمي وقانوني يا فندم، وفي النهايه برضو القضيه دي قضيه يعني شان سياسي بحت، هل تم تواصل ما بينكم وما بين اي جهه رسميه في الدوله على الاطلاق؟ لا هو ما هو ما حدش دلوقتي يعني ما حدش بيتواصل مع الاحزاب، او يعني او الحزب اللي عايز يبقى فيه تواصل معاه لازم يبقى مؤيد. ده دي مساله. المساله الثانيه انه سابقا كان اذا في حد في حزب سياسي فبيبقى حد من الحزب بيسمح ليه ان هو يقابله، زي وضع كده النقابي، لو حد نقابي بنقابته بيسمح لحد ممثل ليها يقابله. ده طبعا ده ما بقاش يتم، كان بيتم زمان، دلوقتي ما بقاش يتم. انا مش هقول انه ده يعني لازم انهم يعملوه، بس ده كان عرف موجود، يعني كان عرف موجود قبل كده. ثانيا مساله المحامين ومقابله المحامين للمتهمين دي برضو ما بقتش متيسره. طب ما ده مش عرف، ده جزء من القانون ان المحامي يقابل المتهم. لا ده جزء من القانون. لا ده مش عرف، ده جزء من القانون، ده مش عرف. طيب احنا بنشكرك استاذ عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامه، شرفتنا يا فندم. عوده مره اخرى احمد، وقبل ما اقرر عليك سؤالي الحقيقه، يعني خلينا يعني ناخد جزء بس من كلام استاذ عبد العزيز، وبعد كده نتكلم، نعود مره اخرى لما يسمى تحالف 30 يونيو. بس خليني اسالك، يعني التهمه ابتدت تتغير، يعني كان الاول التهم بتبقى عباره عن الانضمام الى جماعه ارهابيه، وكنا احنا بنقعد نقول فين الجماعه الارهابيه دي يا جماعه، ليه ما حدش بيحدد ايه الجماعه الارهابيه دي، ليه في المطلق كده؟ دلوقتي بقى مشاركه جماعه ارهابيه في تحقيق اهدافها، يعني حاجه أوسع شوية من الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل للقيام بعمل إرهابي. برضو التهم بدل ما بتضيق بحيث أن الواحد يبقى فاهم إيه التهم بالظبط، لا مساحتها بتوسع. إزاي أنت شايف برضو التهم دي، وإيه وضعها، ولا أين برضو؟ يعني هو النظام دايما بيبص على كلام مطاط، يكون بيتحمل التأويل علشان خاطر يقدر يقدمه كدليل إدانة أو كتهمة فضفاضة يقدر يجدد بها حبس سنة واثنين وثلاثة وأربعة. يعني مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، فإذا كانت أهداف الجماعة الإرهابية مثلا هو تعكير السلم العام أو تجدير السلم العام، فدعوة السفير معصوم مرزوق إلى إنقاذ مصر هي دعوة إلى تجدير السلم العام التي تشترك مع الجماعة الإرهابية. أي كلام في أي كلام في أي كلام، يعني لا تهم حقيقية ولا أدلة ولا إثباتات. يعني أكتر من 90% من القضايا السياسية اللي بنشوفها كل وثائق الإثبات اللي فيها عبارة عن محضر تحريات كتبه أحد الضباط في مكتبه، ولا في دليل، ولا في يعني تلقي أموال بغرض بغرض ارهابي. فين الاموال؟ فين التحويلات مثلا؟ مين اداله؟ مين ادى لمين فلوس؟ طيب الكيانات اللي او الاشخاص او مصدر الفلوس ده مين؟
الفلوس دي كام، الفلوس دي جت منين وراحت فين، وفي ايه اللي يثبت ده؟ اكيد في دولة وعندها وثائق تحويل الفلوس، او عندها اي دليل يثبت التهمة اللي هي بتتهم بيها واحد زي سيادة السفير معصوم، يعني اللي المفروض البلد بتكرمه في نهاية حياته باللي قدمه ليها يعني. فانا شايف ان ده بس كلام مطاط، تهم بيتم تفصيلها بشكل عبثي، بيفصلها بعض الضباط وهم قاعدين في المكاتب بناء على محاضر تحريات شبه محفوظة وشبه استنباط شبه مكتوبة مسبقا على مليون، أي حد هيتم القبض عليه لو مقبوض عليه في البيت فهي يعني ولا عمره كان ليه في السياسة، هي نفس التهم بنشوفها، يمكن بتمط شوية يمكن بيتغير الأسلوب بتاعها شوية. ولكن يعني أنا هقول لحضرتك مثلا إن كان من أكتر الحاجات اللي تهاجم اللي تم مهاجمة السفير معصوم مرزوق بسببها كانت من الإسلاميين ومن تيارات إسلامية زي جماعة الإخوان، اللي اتهموه بعد كده ان هو عميل مخابراتي وان هو تم الزج بيه من قبل اجهزه مخابرات وان هو دولجي. فهو كان مثلا هو من حزب ناصري، معروف عنه بعده التام عن جماعه الاخوان، معروف ان هو وكان لا يخجل من ان هو بيتكلم على رفضه الشديد في دخول الاسلاميين اي عمليه سياسيه انتقاليه. تم اتهامه ان هو دولجي، وتم اتهامه ان هو مخابراتي، وتم اتهامه بمليون تهمه. نفس الراجل ده هو بيتم النهارده اتهامه ان هو ارهابي، وان هو بيشارك جماعه ارهابيه، وان هو منتمي لجماعه ارهابيه، وان هو اخذ تمويل بغرض ارهابي. يعني يفرق ايه ده عن ده؟ كلها تهم بلا اي دليل بلا اي طب وأحمد برضو مستند، ده كلها عباره يخلينا عن التهم نرجع للسؤال الجزافيه. التاني، ازاي يعني ازاي أصدقاء الأمس بقوا أعداء اليوم؟ يعني ازاي الناس اللي شاركت في تحالف 30 يونيو في يوم من الأيام وكانت واقفة جنب التحالف ده وجزء منه واقفة بجانب الرئيس السيسي يعني في زمان، دلوقتي تقريبا معظمهم كلهم في السجون، في سجون الرئيس، فإيه إيه اللي اتغير؟ إيه الوضع ده؟ ليه هل السلطة اللي اتغيرت ولا إيه اللي اتغير تحديدا؟ لا، هو كل حاجة اتغيرت. احنا النهاردة لا 30 يونيو ولا 3/7 ولا 25 يناير ولا أي حاجة. النهاردة احنا بيحكمنا نظام معين، هذا النظام لا يقبل مش بس المعارضة، لا يقبل معارضة شكلية، لا يقبل سوى الانصياع التام. والنظام بيتخذ من وسيلتين اتنين لتثبيت أركان حكمه، اليأس والخوف. اليأس بضرب أي مبادرة، بضرب أي أمل مهما كان صغير بالقضاء عليه في مهده، والخوف بالتخويف. وسياسة التخويف دي يعني بيتم تنفيذها وفق ما تم وضعه في من خطبة يزيد ابن أبيه قبل قرون طويلة، سنأخذن المولى بالولي، وسنأخذن المقيم بالظاعن، وسنقصن المقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي. يعني هناخد العاطل في الباطل علشان الكل يخاف وعلشان الكل يكون مرعوب. فهو ده دول السياستين اللي بيتم الأخذ بيهم، إن هو لازم طول الوقت يخلي الناس في حالة يأس تام من أي تغيير، من أي شيء في المعادلة ممكن يخل بتوازنها. لازم تفضل الدولة زي ما هي بشكلها بنظامها الحالي، مفيش أي تغيير فيها مهما كان، مهما أي شيء حصل، مهما كانت الظروف، مهما كان الوضع الاقتصادي، مهما كانت الضغوط على الناس، مفيش أي أمل في أي تغيير نهائيا. والخوف والفزع والرعب، الخوف والفزع والرعب باللي حضرتك شايفاه النهارده، بيتقبض على رئيس أركان، بيتقبض على سفير، بيتقبض على دكتور جامعة، بيتقبض على شاب صغير، على طفل، على أي حد. سياسة الرعب واليأس هو ده اللي بيحكم بيه. فلا 30 يونيو ولا 3/7 ومهما كان هو مين، ولو يعني يعني لو طب أشد وايه اللي بايد المقربين المعارضه ده هي تعمله فعلا يا احمد؟ يعني والأقرب للرأس. لو بصينا للمعارضه كده هون، لو بصينا لو رجعنا بالزمن لورا ل 25 يناير ولا ل 30 يونيو، لو بصينا للمعارضه كده كنا هنلاقي ان جزء من المعارضه سافر وهج وطفش وساب البلد وقرر ان هو ينأب نفسه عن كل المشاكل دي، وما زال بيتابع الشأن المصري ومتأثر بيه وبيدافع عن حرية الرأي والتعبير وعن الحقوق وحقوق الإنسان وإلى آخره، بس من الخارج يعني آثر السلامة زي ما بنقول.
والجزء اللي جوه زي ما احنا مش شايفين اللي بيشتغل ولا زال بيحاول فعلا ان هو يكافح والوصول للعيش والحريه والعداله الاجتماعيه، يا بينتهي بيه في السجون يا اما الله اعلم بقى يعني هيعرف يتكلم امتى. حتى الاحزاب السياسيه نفسها، حتى الاحزاب السياسيه دلوقتي اللي بيشتغل فيهم بيتحبس، الباقي كله موجود احزاب سياسيه بتطلع عن بيانات مبادرات عباره عن برضه عن مجموعه اخرى من البيانات والى اخره فقط لا غير. ايه الحلول اللي موجود اللي بايديهم؟ الناس دلوقتي حتى بتطالب الاحزاب السياسيه نفسها ان هي تحل نفسها بنفسها ونخلص من المشهد ده كله، ما نحاولش ان احنا نبقى ديكور. هل برضو ممكن نعمل ده؟ هل ده الحل؟ يعني خليني بس الأول أقول لحضرتك إن مش كل اللي خرج من البلد هرب ولا نجا بنفسه، ولا كل اللي بره هو هارب ولا تخلى عن الموضوع. كل واحد له ظروفه في البلد وبره لا البلد، بس ده احمد انا أولا. ما قلتش ثانيا ان اللي بره صراحة هارب، أنا ما انا ما عنديش قلتش حل خالص ان اللي بره ما... هارب ولا ان هو تخلى على القضيه، على العكس انا قلت ان هو لا زال يحمل القضيه ولا زال يدافع عنها وخرج بره مصر وهو لسه في قلب مصر. انا ما قلتش كل اللي خرج اللي بره هارب، انا يعني انا شخصيا بكلمك من لندن فما ينفعش ان انا اقول كلمه زي كده. يعني هي وردت في الكلام بس ما علينا. صراحة احنا في وضع لا نحسد عليه، لا أنا لا يعني انا لا اعرف اي طريق للخروج من هذا المأزق صراحة. اي كلام ممكن يتقال او اي مبادرة ممكن تتعمل هي هتودي ناس تانية لخلف السجون، وناس هتتأذي، واحنا شايفين ان احنا في عندنا عشرات الالاف بيدفعوا تمن دوت بلا تمن بلا جدوى. صراحة أنا لا أملك إن أنا أقول لك على أي خيار أو أي مبادرة للحل. يعني مش شايف غير إن إحنا نستنى الانتظار والصبر حتى يعني يأتي الفرج، أو يفعل الله أمرا يقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب احنا بنشكرك، كنت معنا من بيروت احمد عبدين الصحفي الكاتب الصحفي، شكرا يا احمد، شكرا ليكم متابعتكم، ليلتكم سعيدة وبكرة احلى بإذن الله يا رب.